ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد حي التقدم بمدينة تاوريرت يوم الثلاثاء وقوع جريمة قتل بشعة بطلها شاب أقدم على قتل شقيقه الأصغر من خلال توجيه طعنات قاتلة له بواسطة سلاح أبيض. ووفق مصدر محلي فإن خلافا وقع بين الطرفين تطور إلى وقوع تبادل للضرب ليقدم المتورط في هذا العمل الإجرامي والبالغ من العمر 35 سنة على قتل شقيقه البالغ من العمر قيد حياته 31 سنة. وأشارت ذات المصادر إلى أن المصالح الأمنية حلت بمكان الجريمة فور توصلها بإخبارية في الموضوع، حيث تم اعتقال المتورطة في هذا العمل الإجرامي في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.